معاكم مهند غلام، هوريكم ازاي اليوم تقدروا تغيروا بطاريه ريموت السيلفرادو البيك اب. تمام، كل اللي احنا علينا نعمله ان احنا بنضغط على في هنا زر على اليمين او على اليسار، افتحه، فتح، بعدين ندخل المفتاح هنا وضغطه بتفتح لنا الكفر. تمام، بيفتح لك الكفر، طلع زي ما انت شايف، غير الباتري بتاعتك زي ما انت عايز. تمام، غير الكوبري الباتري، تمام. بعدين نرجع نبدل الباتري ونحط الكفر مره ثانيه، هو كليبس بس تضغط عليها تاني ونفتح يرجع في مكانه. مبروك عليك تغيير البطارية الريموت، أهلا بيكم.